يوم ما فطت روحي نار الفرقة حسيت منها قلبي ذاب ابكي يا عيني عليها ونوحي والله ما ننساك يا عز احباب مقواني مظلوم هذا اجراحي نتألم خوتي كواني ذي المشهاب لون خيالك ما يفارق جوارحي ذي المشهد وحالي غطي اسحاب بعد غيابك حد ما يسمع صيحي ما ناداني ما ردعاني ولا جواب كنتي شمعة دايرها مصباحي تونسني اذا ضيع لي قاب انت نومي اللي ريح لي روحي يا محلى ذي الليل اذا نومي طار انت عزي وزهوي وافراحي راح بالي ما نحس بالاتعاب انت فراشي وغطايا وانت سطحي وانت يا ساعاتي شوي وعقاب يا طبي ودوايا لاقراحي خير الوفي ما ينفعني طباب يا رسماني في سعادي وانت ربحي نحصل زرعي نلقاه بعد الخلاطار يا سوالي راه فرق سلاحي والمكحل المعمره قرطاسي من هاراب يا دلالي وينها يطلق سراحي وقت الشده يفتح عني الابواب يا دلالي وين هيرش جناحي نتعلى في سمايا مثل سحاب لو فيتي بالمال عليك نضحي عن جالك نهون اللي تصعاب ماكي وعلى الطايره قلت نحوحي ولا عوده شارده من اهل اركاب عيطت ما فات في جات براحي غدت نهور مع المقاسم والاعلام صوت الحق نادى قال لك ارواحي الله قال بلا بد من هذا الباب في رمشة الاعياد ابتعي لمحي واسكن في دار الحق تحت التراب القبر يوساه فيه ترتاحي روضة جنة ما تشوفيش العذاب والصلاة على الراس للماحي من نرجو شفاعته يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.